أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. في ليلة عرفة وفي يوم عرفة وفي أعمال ليلة العيد ويوم العيد، مع الأسف هنالك إحساس عند الناس أن هذه الأعمال كأنها مرتبطة بحجاج بيت الله الحرام، والحال بأن هذه ليالي ومحطات مناسبة للتوجه إلى الله عز وجل، وقراءة المأثور من الدعاء الوارد في هذه الليالي والأيام، وقراءة المأثور من الدعاء في هذه الليالي والأيام. لا نجد في هذه بعض هذه الأدعية إشارة إلى أنه لا بد من قراءة الدعاء مثلا في أرض عرفة. هناك أدعية عامة مثل دعاء ليلة عرفة، اللهم يا شاهد كل نجوى، يدعو بهذا الدعاء في ليلة عرفة وفي ليالي الجمع، الذي يقرأ هذا الدعاء موعود بالمغفرة الإلهية. ليلة عرفة من الليالي التي هي محطة للتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. في شهر رمضان مر علينا هذا المضمون، أن الذي لم يغفر له في شهر رمضان كأنه حرم المغفرة، إلا أن يشهد عرفة. يشهد عرفة زمانا أو مكانا، من الممكن أن نقول شهد عرفة بمعنى أنه أدرك عرفة، سواء كان في أرض عرفة أو كان خارج أرض عرفة. رب العالمين رحمته واسعة، يوم عرفة وليلة عرفة فيها مزيتان، مزية في المكان ومزية في الزمان. الذي هو خارج الموسم ولم يحج إلى بيت الله الحرام بإمكانه أن يستثمر هذه المحطة المباركة. إذن محطة التوبة والإنابة إلى الله عز وجل متمثلة في هذه الليلة المباركة. هناك دعاء مفصل وجميل، هذا الدعاء يقرأ في ليلة عرفة. وأنا أقول لإخوان المشاهدين أنه الأدعية المتعلقة بالمناسبات المهمة هي دعوة في السنة. ليلة عرفة ليلة في السنة، لماذا لا نحاول أن نتقن قراءة هذا الدعاء في وقت الإنسان له حالة من الإقبال والاستعداد للرقة القلبية، يحاول أن يستثمر هذا الوقت لقراءة هذا الدعاء المبارك. ومن المسنونات أو المستحبات أن يزور الحسين صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة سيد الشهداء تجلى في يوم عرفة بدعائه المعروف. أنا أنصح إخواني أنه في يوم عاشوراء يتذكروا يوم عرفة، الذي كان يبكي وعينه تجري كأفواه القرب. صاحب هذا الدعاء العظيم هو الذي جرى عليه في يوم عاشوراء ما جرى. في يوم عاشوراء نتذكر موقفه وخطابه مع الله عز وجل، تقترن الدمعة بالفكرة. وفي يوم عرفة نذكر يوم عاشوراء أيضا، تقترن الفكرة بالعبرة. بالعبرة الإنسان في يوم عرفة أيضا يتذكر أنه صاحب هذا الدعاء جرى عليه ما جرى. على كل، في يوم عرفة أيضا يوم يحاول المؤمن أن يقف بين يدي ربه وقفة عظيمة. الغريب أنه يوم عرفة قيل عنهم أنه من الأعياد العظيمة. نحن نعلم أن الأعياد أربعة، الجمعة والغدير والفطر والأضحى، ولكن يوم عرفة أيضا سمي بيوم العيد أيضا، وهو على كل متاخم لعيد من أعياد المسلمين. الشيطان في يوم عرفة كما في بعض العبارات ذليل حقير طريد غضبان،
أكثر من أي وقت يعني سواه. وأنا قلت للإخوان قبل قليل بأن بعض المزايا هي للزمان لا للزمان مع المكان. يعني الشيطان ذليل في يوم عرفة، سواء كان الإنسان في أرض عرفة أو كان في وطنه. معنى ذلك أن حالة الداعي في يوم عرفة كشهر رمضان المبارك، الشياطين مغلولة في شهر رمضان المبارك، والشياطين ذليلة في يوم عرفة أيضا. ومن هنا نلاحظ هناك نسمات روحانية قدسية تهب على قلب المؤمن في يوم عرفة. الذين يذهبون الحج في كل سنة حقيقة يرون جو متميز جدا. والحج عرفة كما نعلم الذي أيضا هو حرم من الحج كما قلنا بإمكان أن يعيش هذا الجو المتميز. إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه سمع سائلا في يوم عرفة يسأل الناس. وطبعا في يوم عرفة الآن كما قلنا في يوم عرفة ولم يقل في أرض عرفة، من الممكن تكون هذه الرواية في يوم عرفة وإن كان الإمام في المدينة. فقال له عليه السلام: ويلك، أتسأل غير الله في هذا اليوم؟ سؤال غير الله قبيح دائما، طبعا من نحو الاستقلالية. يقول هذا اليوم يوم تنقطع فيه إلى الله عز وجل، معنى كلام الإمام عليه السلام. الشاهد عبارة قل نظيره قل نظيرها في المتون الروائية. يقول إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: وهو يوم، يوم عرفة، يرجى فيه للأجنة في الأرحام أن يعمها فضل الله فتسعد. الأجنة في الأرحام في يوم عرفة، المرأة الحامل في يوم عرفة عليها أن تسأل لجنينها وهو في هذا الجنين في بطنها، يسأل رب العالمين السعادة لهذا الجنين. فكيف بالمولود وكيف بالداعي وكيف بالمؤمن وهو على أرض عرفة يدعو الله سبحانه وتعالى. كما قلنا في أحاديث كثيرة إخواني أخواتي، حقيقة يوم القيامة يوم الحسرة، الذي يهمل التوجه إلى الله عز وجل في يوم عرفة بدعوى أنه ليس بحاج، هو خارج الموسم، تفوته هذه المزايا الكبيرة. وأما دعاء يوم عرفة، وما أدراك ما دعاء يوم عرفة، أنا أعتقد أنه دعاء يوم عرفة لسيد الشهداء عليه السلام، هذا الدعاء فيه رائحة سيد الشهداء وفيه نسمات سيد الشهداء. الذي يقرأ هذا الدعاء بنية الاقتداء والاستنان بإمامه الشهيد صلوات الله وسلامه عليه يرجى أن يكون من الفائزين في هذا اليوم. طبعا هنالك غسل، هنالك صوم، هنالك زيارة لسيد الشهداء. سبحان الله، في مناسبات عديدة في السنة المؤمن يتوجه إلى زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في الواقع كأن هذا تسجيل لكرامة الإمام عليه السلام، حيث أنه صلوات الله وسلامه عليه بدمه وبجهاده أبقى دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أبقاه سالما من أن يدخل فيه ما دخل في الأديان الأخرى. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني. في اللحظات الأخيرة من يوم عرفة، وهذا الكلام يتوجه للحجاج أيضا ولغير الحجاج، يحاول المؤمن أن يغتنم الفرصة قبل غروب الشمس، تكون حالته كحالة المؤمن في ليلة القدر قبل طلوع الفجر، يعيش حالة من حالات الوجل والخوف، يخاف أن ينتهي ذلك اليوم ولم يحصل على جائزة المغفرة والرضوان. وفقنا الله تعالى وإياكم لأن نكون من عباده الفائزين دائما وأبدا.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.